رفض القائد العسكري السابق لسربيل بوسنارات كوملاديتش أن يدفع ببراءته أم لا أثناء مثوله صباح هذا الاثنين أمام محكمة الجزاء الدولية، وخاصة فيما يتعلق بتهمة ارتكاب إبادة. ولدى بدء الجلسة طلب القاضي الهولندي ألفونس أوري من ملاديتش أن يلزم الصمت بعد أن حاول التحدث إلى أعضاء من الحضور، إلا أن القائد العسكري السابق لسربيل بوسنا بدا مضطربا وقطع القاضي عدة مرات ما استدعى إخراجه من القاعة. ملاديتش متهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة بين عامين 92 و95، واعتقل في 26 من أيار مايو في صربيا بعد 16 عاما من الملاحقة. ونقل ملاديتش إلى لاهاي في 31 أيار مايو، ووصف خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التهم الموجهة إليه بأنها بغيضة، وقال إنه كان يدافع عن بلاده. ملاديتش متهم خصوصا بارتكاب مذبحة سريبرنيتشا في تموز يوليو 95 التي شهدت مقتل حوالي 8000 مسلم على يد قوات صربي البوسنة.